يكون معنا فضل شاكر بأغنية وفترقنا اللي كانت بالتعاون مع المخرج سعيد المروق. القصة رح خبركن عنها بعد شوي، ولكن التفاصيل المهمة هي أنه التصوير تم بمدة يومين، أول نهار بالبقاع وتاني نهار ببيروت. أول مشهد رح نشوفه هي مرة كبيرة بالعمر عم تتفرج على صورة ما رح تعرفوا شو هي إلا لخبركن القصة. القصة بتدور حول ثلاث أولاد صغار كانوا كتير صحبة وكانوا يلعبوا مع بعض ويركضوا ويعملوا قصص كتير مجنونة، ولكن المرة الكبيرة بالعمر عم تتفرج على الصورة لتتذكر طفولتها مع أصحابها. خلونا سوا ننتقل لنشوف كيف كان أول مشهد بالمستشفى مع المرة وكيف نزلت دمعتها. بس هيدا يلا ستاند باي، فرجيني علي الصورة. ايوه هيك طلعي على السما لبرا وهزي ايديك. يلا ستاند باي والفيديو على الاكشن. هيك والكاميرا اكشن. وافترقنا يوم اللي بعدنا احترقنا وافترقنا وكان الليل حضنه سرقنا. وافترقنا يوم اللي بعدنا احترقنا وافترقنا وكان الليل حضنه سرقنا. من بعد ما حضرتوا الجزء الأول من الميكينج أكيد أثرت فيكم دمعة المرأة مثل ما أثرت فينا، ودمعتها غالي عقلوبنا. هلأ رح ننتقل لنحضر الجزء الثاني من الميكينج ورح نشوف فضل لأول مرة بالمشاركة بالتمثيل مع ألكساندرا والممثل السوري الشهير وائل شرف اللي شفناه بباب الحارة بدور معتز. ما رح خبركم أكثر، خلونا ننتقل لنحضر الميكينج. Thank you.
رجعنا للماضي احترق. من بعد ما حضرنا الجزء الثاني من الميكينج صار وقت ناخذ وقفه علنيه قصيره وبنرجع، ما تروحوا لمحل لنكفي الجزء الثالث. الطيارة تأخرت. شوفوا 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 هالعجوزين قديش فرحانين. هذا أكيد منهم راجع من السفر بعد ما كمل دراسته. إيه رجع من السفر بعد ما تعلم كل العادات السيئة. هذا رأيك باللي بيدرس برا؟ وشو في غيرها؟ كل شيء له جانبين، حتى الحضارة فيها الصح وفيها الغلط، وأنت اللي تقرر شنو اللي تختاره. إيه بس ليش المخاطرة؟ وليش نترك إشي يفيدنا بسبب قلة